بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد راح تكون يعني مباراة قوية، يعني راح ندخل يعني لازم يعني يكون يعني في تعويض حق يعني المباراة اللي يعني اللي مع الخور. يعني الاهلي جاي من فوز، اعتقد يعني مباراة مهمة بالنسبة لنا. ان شاء الله يعني طموحنا الفوز في المباراة وناخذ 3 نقاط ونواصل المشوار اللي ضاع من البداية. لا، الفريق ما ينقص اي شيء. في البدايه اعتقد ان يعني الشوط الاول ادينا شوط يعني من احسن الاشواط تقريبا من يعني من موسم كامل تقريبا. يعني في الشوط الثاني اعتقد يعني ادائنا يعني رجع، احنا حسينا ان المباراه خلاص يعني راح تكون بالنسبه لنا. بالنسبه لي انا شخصيا، لان انا صار لي يعني 6 مباريات تقريبا يعني ما كنت في المستوى، فقلت يعني لازم ان انا ارجع المستوى يعني اللي انا عارفه، يعني الجمهور يعرفه بالنسبه لي. وإن شاء الله يعني في مزيد إن شاء الله في مباراة الأهلي. والله نفس ما قلت لك، احنا دخلنا الشوط الثاني تقريبا يعني احنا فايزين، يعني في غلط من اللعيبة، يعني اعتقد يعني لازم يكون يعني في خبرة اكثر يعني في الامور. احنا فايزين 2-0، لازم خلاص يعني ما نطمح يعني نفوز مثلا 4 أو 5، خلاص احنا فايزين 2-0، ف راح نتعلم يعني من هالدرس ان شاء الله في مباراة الاهلي، و الله يوفقنا ان شاء الله مباراة الاهلي ناخذ 3 نقاط. والله يعني انا اطمح شخصيا ان انا ادي يعني اداء عالي مع النادي العربي، اساعد النادي يعني في الاهداف في الاسيستات، وان شاء الله يعني يطلع ببطولة يعني هالموسم، سواء يعني مشاركة خارجية أو اللي احنا عندنا يعني نهائيين كأس أوريدو وكأس الأمير مع المرخية. إن شاء الله نفوز، و يعني راح نبلغ المباراة النهائية، وإن شاء الله يعني إرضاء الجمهور إن شاء الله.